الاشتباكات لم تتوقف بين الجيش الحر من جهة وبين قوات سوريا الديمقراطية وكذلك تنظيم داعش في مناطق أخرى حول مدينة جرابلس التي استعادها الجيش الحر. عدة قرى من بينها المغاير والعمرنة وبئر الكوسة والدابس بريف جرابلس الجنوبي سيطر عليها الجيش الحر بعد معارك ضد قوات سوريا الديمقراطية، كما استعاد السيطرة على قرى أخرى في محيط جرابلس وأبرزها كريسنيلي وعياشة شرقي بلدة الراعي وبلويران غرب جرابلس. الرئيس التركي الذي دخلت قواته بشكل مباشر في معركة استعادة جرابلس ودعمت الجيش الحر أعلن عن استمرار دعم المعارضة السورية داعيا أهالي جرابلس إلى العودة إلى ديارهم. لقد تعرضنا للهجمات الإرهابية وأطلقوا القذائف على قرية كركموش وصبرنا كثيرا وتحملنا، لكننا قلنا يكفي، والآن نحن هناك في جرابلس وقد طهرناها من الإرهابيين، وبدأ أهالي جرابلس بالعودة إلى موطنهم. وكذلك هنا في غازي عنتاب يوجد إخوة لنا من جرابلس، من يريد العودة سنساعده وندعمه وسيعرف كل أحد مكانه. لقد دعمنا الجيش السوري الحر وهم يقومون بتطهير المنطقة. ولأول مرة منذ دخول الجيش التركي بشكل مباشر في معركة جرابلس حدثت اشتباكات بين دبابات تركية وقوات من مجلس جرابلس العسكري المؤلف من الأكراد في محيط قرية العمرنة. وفي تطور مرتبط بهذه المعارك قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن المجلس المحلي في جرابلس وريفها اتهم قوات سوريا الديمقراطية وهي مؤلفة من فصائل كردية باستخدام المدنيين في قرية مغر السريسات كدروع بشرية من خلال أخذ رهائن في قرية العمرنة قبل هروب هذه القوات من القرية. أما على صعيد القتال بين الجيش الحر وداعش فقد واصل الجيش الحر تقدمه وسيطر على قرية الظاهرية ومحيطها في ريف جرابلس الجنوبي والواقعة في ريف حلب الشمالي الشرقي.